قولي لي بقى، انا عايزه اعرف منك ايه اكبر خطيئه بتخاف منها نسرين امين؟ ما هو في خطايا، في كذب، في غرور، الغضب. في طمع. الغضب. اه هي دي الخطيئه اللي الشيطان بيتغلب عليها. انت سريعه الغضب. آه جدا. ممكن يعني ترتكبي اي فعل تحت تاثير الغضب؟ لا مش فعل، بس باخد قرارات وبخسر ناس كتير. تخسري ناس كتير. طيب ربنا يستر ما تخسريش ناس كتير النهارده. لا لا انا بحبك. جاهزه؟ ما عملتي. جاهزه نبدا؟ يلا بينا. يلا بينا. مين اشطر يا نسرين، انتي ولا شطانك؟ انا قوية قوي. أنا دي؟ لا لا أنا طبعا. لا لا أنا المرأة التي هزمت الشيطان. آه أقوى بكتير. آخر مرة كسبتيه إمتى؟ لا أنا على طول كسبان على طول. آه طب ما تفتكريش آخر موقف كده وسوست لك كده، قال لك اعملي نماية، اكدبي؟ لا بالعكس، اتغري. أنا على طول بقول الصراحة. وممكن ده يبقى خسرني ناس، بس أنا بقول الصراحة. وكان بيوسوس لي ان انا ما اجيش البرنامج، بس جيت. شجاعة. شيطان وحش قوي. شجاعة. ده لازم يجي العرافة. يلا بينا نبدا. يلا يلا بينا. الغرور. نسرين امين اتغرت بعد النجاح اللي حققته في اول اعمالها؟ نعرف. لا انا مغرورة من قبل كده. ليه طيب؟ يعني مش شايفة سبب ما يخليكيش تتغري. اه حسب إمكانياتك. مغرورة مش متكبرة، في فرق. يعني مش متكبرة على الناس ولا لا يمكن. حسب إمكانياتك كممثلة يعني؟ لا مش كممثلة، ك جمالا وموضوعا. اه لا مش جمالا وموضوعا، لا كإنسان يعني. الغرور ده بيجي بيتملك الواحد لما يكون عنده مميزات مش موجودة عند الناس اللي حواليه. مفروض انت شايفه نفسك عندك مميزات مش موجوده في الناس اللي حواليكي؟ انا كلي مميزات. اديني منهم ثلاثة تقريبا. صريحه. واحد. الامانه. اثنين. يعني لا اخون. اه لا اخون كل لا اخون الامانه. وصريحه. وايه ثلاثة؟ كاتمه الاسرار. اللي بعده. اللي بعده.